حاصر عدد من أفراد عشيرة العلاق مبنى إحدى القنوات التلفزيونية الموجودة في منطقة الكرادة ببغداد ومنعوا كوادرها من الخروج. أفراد العشيرة حملوا لافتات محذرين فيها القناة من المساس بمن أطلقوا عليهم تسمية رموز العشيرة السياسية، في إشارة إلى علي العلاق الذي وجه إليه انتقاد في أحد برامج القناة، في حين طالب أفراد كادر القناة التلفزيونية التي حوصرت يوم الثلاثاء طالبت القوات الأمنية بتوفير الحماية اللازمة وتحميلها مسؤولية سلامتهم من أي اعتداء بحقهم. الآن نشاهد فقرة من البرنامج الذي اعترض على محتواه ذو النائب السابق العلاق. من عنده جنسية ثانية؟ أنا طبعاً أحمل الجنسية العراقية المباركة الكريمة اللي أفتخر بها كعراقي. وانا اقول دائما محفوظ من الحراميه والنشاله، طلعت الجنسيه العراقيه مباركه. ندري عنك عندك الجنسيه العراقيه، بعد ايش عندك غيرها؟ وعندي ايضا بالاضافه الى ذلك جنسيه دنماركيه، واكيد المباركه وتفتخر بها كونك مواطن دنماركي. اتحدث ان العراق هو اصلي ونسبي وحسبي ومالي وثروتي ووجودي واكلي وشربي كله من العراق. نعم، انا نبتتي الطبيعيه هذا العراق العظيم. وهذا الشيء ما يختلف عليه اثنان، ولا من ينطيك مميزات وحصانه وحمايه و12 مليون بالدنمارك؟ بس الصراحه يستاهل، لان كان له دور مهم وفعال بمعركتنا ضد داعش. الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا. غير يقعد راح علي الحبشي، الزم سلاحك وروح على الساتر، امسك ارض، شو اسوي بيك نايمين مهلك وتأذلي؟ اروح بتكليف شرعي، لان تكليفي حاضر في الميدان السياسي، يوم اللي تقتضيني الجبهه فانا اول من يذهب. لك هاي شلون فاتتني؟ صحيح صديق، احنا كنا نحتاجه بالبرلمان اكثر من اي مكان ثاني.